السلام عليكم طلاب الصف الرابع، إن شاء الله اليوم سوف نبدأ بالدرس الخامس من هذه الوحدة، درس مقارنة الأعداد العشرية وترتيبها. يبين الجدول المجاور كمية الأمطار الهاطلة على بعض مناطق محافظة البلقاء خلال 3 أيام، ورتب كمية الأمطار تصاعديا. أول خطوة بالترتيب راح نتعلمها اليوم يا رابع هي ترتيب الأعداد اللي أنا معطيتك إياها، اللي هي الأعداد العشرية بلوحة المنازل، أو بصير إنك أنت ترتبهم تحت بعض. تمام، هم مرتبين بالجدول. إذا أنا هون عندي 2 7 9 1 كلهم أجزاء العشرة، لكن أنا هون ما عندي أجزاء المئة، ولا هون أنا عندي أجزاء المئة. تمام، أنا هون كمان ما عندي عشرات، إذا أي عدد أنا مكان مو موجود إيش راح أعمل؟ راح أكتب صفر. تمام، إذا هون كلها آحاد، ما في داعي أكتب الأصفر، فقط أنا مكان أجزاء العشرة كتبت أصفر. نبدأ المقارنة يا رابع من اليسار إلى اليمين. كيف يعني؟ يلا، 5 5 5 5 كلهم متساويين، إذا الحل إنه أنا أنتقل إلى المنزلة التي تليها اللي هي 2 7 9 1، والترتيب بدي اياه تصاعديا، يعني من الاصغر الى الاكبر. مين اصغر، الاثنين ولا السبعه ولا التسعه ولا الواحد؟ لا، الواحد هي الاصغر، اذا هي اصغر شيء، يعني ترتيبها رقم 1. تمام، هي راحت 5. ظل عندي هون مين الاصغر، اثنين ولا السبعه ولا التسعه؟ لا، الاثنين اصغر، اذا هي ترتيبها رقم 2. ظل عندي هون 7 و9، مين الاصغر؟ اكيد السبعه، ترتيبها 3، وهاي هي ترتيبها 4. إذا أرتب كمية الأمطار، أرمي مين، ثم سيحان، ثم أم العمل، ثم عيرة. تمام، ناخذ كلام مثال. استعمل لوحة المنازل للمقارنة بين 7 بالعشرة و7 بالمئة. هاي لوحة المنازل، بكتب 7 بالمئة وبكتب 7 بالعشرة. بإمكاني أيضا أرتبهم بهذه الطريقة، أي 7 بالعشرة، 7 بالمئة بكتب فاصلة تحت الفاصلة. هون أنا عندي، لاحظوا عندي هون 0 أجزاء العشرة يعني موجودة، و7 أجزاء المئة. طبعا أي عدد هون أنا ما عندي أجزاء المئة، إذا إيش رح أكتب؟ رح أكتب مكان. نبدأ المقارنة من اليسار، يلا 0 0 7 0، مين أكبر؟ السبعة، إذا السبعة هي الأكبر. بإمكاني أيضا أستعمل خط الأعداد للمقارنة بين 25% و3 بالعشرة، كيف راح أقارنهم؟ يلا، طبعا أنا بعرف أول شيء برتب 0 1 بالعشرة 2 بالعشرة، وبصير طبعا حكينا 1 بالعشرة هو يكافئ 1 10% أو 20%، 30% هيها 40 و50%. طيب أين يقع 25%؟ هاي 20 21%، 22%، 23%، 24%، إذا هي 25 تقع هنا. تمام، وأين تقع 3 بالعشرة؟ طبعا إحنا بنعرف إنه بصير إنه أنا أضيف 0 بأجزاء المئة، فأصبح 30%، وهي تقع هيها موجودة. طيب لاحظ أن 3 بالعشرة تقع على يمين 25%، إذا هي الأقرب، إذا هي الأقرب. استعمل لوحة المنازل للمقارنة بين 48% و43%. يعني أول خطوة برتبهم، طبعا بصير إنك ترسم لوحة المنازل، بصير أنا أرتبهم مباشرة بهذه الطريقة. نبدأ المقارنة من اليسار إلى اليمين. يلا، 0 0 4 4 8 3، إذا مين الأكبر؟ الثمانية هي الأكبر. الآن رقم 2، استعمل خط الأعداد للمقارنة بين 1 و4 و1 و88 بالمئة. يلا، كيف راح أقارن بينهم أنا؟ هاي أنا عندي 1، هاي عندي 1، إذا 1 صحيح. برسم خط الأعداد، هاي خط الأعداد،
راح ارسم الان. هاي انا عندي واحد صحيح، هاي انا عندي اثنين صحيح. طبعا انا عندي يقع بين الواحد والاثنين، عندي واحد وهي اثنين، عندي واحد وعشرة، واحد وعشرين، واحد وثلاثين، واحد وأربعين، واحد وخمسين، واحد وستين، واحد وسبعين، هاي واحد وثمانين، هون راح يكون عندي واحد وتسعين، هاي اثنين. تمام، إذا أين يقع؟ إذا هون أنا عندي واحد وثمانين، إذا راح أيضا أجزئ بين الواحد وثمانين وبين الواحد وتسعين إلى 10 أجزاء، تقريبا هو راح يجي 1.88%. طيب، والواحد والأربعة يعني كأنها 41، حكينا 1 و10 و21 و31 و41. إذا نلاحظ أن 1.88% تقع على يمين 1 و4، إذا هي الأقرب. بإمكاننا كمان نقارنها بهذا الصورة. هون أنا ما عندي أجزاء من 100 رتبتهم طبعا. نبدأ المقارنة من اليسار إلى اليمين، 1 1 8 4، إذا 8 الأكبر. شارك 4 طلبة في سباق 100 متر تتابع، واستغرقوا الأزمنة الآتية بالثواني. أرتب هذه الأزمان تصاعديا، هاي الأزمان. طبعا أول خطوة أنا راح أرتبهم بهذه الطريقة، ثم نبدأ المقارنة من اليسار إلى اليمين. طبعا لاحظوا أن هون ما عندي جزء من 100، كتبت مكانه 0. 6 1 1 1 1، أحد كلهم 6، أجزاء من 10، 4 4 5 5، إذا هو بدي تصاعديا، إذا أنا راح أهتم فقط باللي فيهم 4 لأنهم الأصغر. هدول متساويين، ننتقل لهم. 8 و0، إذا مين هو الأصغر؟ الصفر. ثم اللي فيها 8. طيب، ظل عندي 5 و5، 8 و3 من الأصغر؟ الـ3، إذن هاي ترتيبها 3، هاي راح يكون ترتيبها 4. أطول عمر وأسامة وأحمد وقيس بالمتر هي 61%، 51%، 52%، 62% على الترتيب، يعني عمر 160، أسامة 155، يعني 51%، وأحمد 52%، وقيس 62%. أرتب هذه الأطوال تنازليا، برتبهم تحت بعض تنازليا، يعني من الكبير إلى الصغير. نبدأ من اليسار، كلهم 1، الآن 6 5 5 6، إذا أنا عندي هذول هم الأكبر، 6 6، يب 6 و6، إذا مين أكبر؟ ننتقل إلى اليمين، 2 و0، إذا ما هي الأكبر؟ إذا هاي ترتيبها 1، بعدين راح تكون هاي دي. طب عندي 5 و5، 2 و5، مين أكبر؟ أكيد الـ5، إذا هاي ترتيبها 3، هاي راح يكون ترتيبها 4. تمام؟ إذا 1 و2 اللي هو لقيس، ثم يلي عمر، ثم 55 اللي هي أسامة، وأقصر شيء راح يكون عندي طيب أحمد، أقصر شيء راح يكون عندي أحمد. هيك بيكون انتهى درسنا لهذا اليوم يا رابع، يعطيكم الله.